يعني انا وابوها عم نتناوب انه نفوت على غرفتها، كل واحد يبكي له شوي ويطلع. ومرات نحن الاثنين سوا يجوا عماتها بقى لفوق، ايش صار، ايش في اخبار، يخافوا يعني انه ايش صار. مرات بوصل لحالة هستيرية، يعني اصير اصيح ما عاد اتحمل يعني. اليوم الامتحان طلعت بكل أريحية، دعيت لها وطلعت وعادي، أخذت معها مفاتيح البيت، ما أخذت مصروف زيادة غير المصروف اللي بدها توصل فيه على الامتحان، ثيابها مثل ما هي، تختها مثل ما هو، ألعابها مثل ما هي، نهائيا ما أخذت شي معها. قالوا لنا في دورة تدريبية مدتها 45 يوم، وقتها يخير الطفل انه ينضم يكمل التجنيد ولا يرجع. قالوا لما يحال الى مثلا بنتي، بدنا نحكي بالنسبة لبنتي، تحال يبهجي وقتها نقدر نحن نتدخل كحماية الطفل. يخبرني، هو يخبرني وين ما يروح، الله وكيلك يخبر، من ما خبر معناته راح. وانا اعرف انه الشبيبه هي ما تاخذ القاصرين، مين سالة تاخذ القاصرين. وتعرف يومين ثلاثة ينكرون ما جانا وما شفنا وكذا، ويقولوا لي بلكي حدا خاطف وما أعرف إيش. آخر شيء يوم انضغطوا قالوا عندنا وعم يعمل دورة. طفل أخذ الجهة المجيبة ما أعرف وينه، ممنوع يجي عيد، ممنوع تحكي مع حالك. هلا الكم يوم جاي عيد الاضحى، عيد رمضان، مر رمضان، يعني ما معقوله ما اخليه يحكي مع حاله، ما اخليه يحكي مع حاله. مرحبا شلونكم، انا بخير، وانتهى الموضوع. يعني هذه ما اعرف، انا ما والله ما استوعب الموضوع. نحن لا نستطيع فعل شيء غير الانتظار الرد من قوات عسكرية، فنخبر الأهالي على هذا الأساس، إن كان الطفل موجودا نخبرهم باستلام أطفالهم وإرجاعهم إلى المدارس وإرجاعهم إلى حياتهم الطبيعية، أما إن كان غير موجود في القوات السورية الديمقراطية لا نستطيع مخاطبة أي جهة أخرى، كوننا نعمل على اتفاقية التي أبرمت بيننا وبين بين الأمم المتحدة، نخاطب جهات عسكرية وليس جهات مدنية.